يوم 20 مارس هو اليوم العالمي للسعادة. الحقيقة برضو ده يوم بتحاول الأمم المتحدة إن هي تقول للناس انبسطوا وعيشوا حياتكم بسعادة، وإن السعادة متاحة للجميع، وخلي بالكم إن ممكن أي إنسان ياخد قرار السعادة ويقدر إن هو يوصل ليها. لكن برضو مش عايز أقول إن هذه القيمة محتاجة إن احنا نتذكرها أو نحييها أو نحتفل بيها في يوم واحد فقط في العام، لكن لو قدرنا ان احنا نرضى باللي ربنا قسمه لنا ونسعد باللي في ايدينا، اكيد هنقدر ان احنا نتفائل ونحقق السعادة ونبسط نفسنا في المقام الاول ونبسط الناس اللي حوالينا في المقام التالي. احنا النهاردة هنتعرض لهذا اليوم العالمي للسعادة، وهنشوف ازاي ممكن الانسان يحقق السعادة لنفسه وللقريبين منه ولحبايبه من خلال يعني لقاءات، ومن خلال كمان عدد من التقارير اللي هنعرضها لحضراتكم. خليكم معانا وتابعونا في أيام. For the International Day of Happiness, the UN and UNICEF have joined forces with the Smurfs. Follow me. Nothing makes a Smurf happier than seeing people help each other and protect our planet. Wow. And the United Nations has a plan to accomplish this, the Sustainable Development Goals. From getting all children into schools, to keeping our land and oceans clean, whoa, and making sure everyone is healthy and has enough nutritious food to eat. Whatever you do, don't eat all your rations. I just ate all my rations! Our world is a big place, but each and every one of us can make a difference. Even a small Smurf can help achieve big goals. What would you do to help? Get ideas at smallsmurfsbiggoals.com. It takes a village, so join the Smurfs to help our world. We're Team Smurf, and we stick together. Change is in your hands. Nailed it! أهلا بكل مشاهدينا. فقرتنا الأساسية النهاردة في أيامنا هنتكلم فيها عن يوم أعتقد الناس كلها بتبحث عنه، السعادة، واليوم العالمي للسعادة اللي بيوافق يوم 20 مارس من كل عام. الحقيقة يعني ده الهدف، ربما أقدر أؤكد أنه الهدف الأسمى عند أي حد. وحتى احنا لما بنتكلم مع بعض كده وبنتمنى لبعض أمنيات حلوة، فتلاقي واحد يقول للتاني ربنا يسعدك. فأعتقد مفيش حد لا يأمل في أنه هو يبقى سعيد في حياته. اليوم العالمي للسعادة العالم بيحتفل بيه بطرق مختلفة. الأمم المتحدة أقرته زي ما ذكرت في البداية يوم 20 مارس. هيكلمنا في فعاليات هذا اليوم، والأهم من فعاليات هذا اليوم إزاي نقدر نحقق السعادة. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ عماد أحمد طلعت، استشاري التنمية والتطوير في الأمم المتحدة. أهلا وسهلا أستاذ عماد، منورنا. والسعادة، السعادة يعني إزاي نقدر نوصل للحلم مش عايز أقول البعيد لكن المأمول ده. عجبني أولا وانت بتقولها الابتسامة على الوجه، يعني تعبير، لان زي ما بيقولوا الابتسامه او الضحك بتعدل المزاج، بتعمل نوع من تعديل المزاج لوضع افضل. هي الكلمه نفسها مجرد ما الواحد حتى بينطقها فلازم، مش معقول تقول السعاده وانت مكشر، مش كده؟ طبعا اكيد. المرحله كمان اللي قبل السعاده هي التفاؤل، يعني الجسر اللي بيوصل للسعاده. ازاي نوصل للسعاده؟ انك تكون انك تكون متفائل. انت قلت حاجه مهمه برضو، قلت عن التمني والامنيات والناس تتمنى. اول حاجه دايما بتبقى التمني، وبعد كده الامل. هو في فرق بينهم؟ طبعا. التمني الانسان بيتمنى حاجه لسه ما خدش اي خطوات لانه يوصل لها، انما الامل هو ابتدى وصل مرحله التمني للامل، اللي هو ابتدى يحط خطه انه ازاي يبقى متفائل. يقول له بقى تعالى وريني الاكشن بلان بتاعك هتعمل ايه عشان تبقى متفائل. لو وصلت للتفاؤل واعتدت ان تكون متفائل هتوصل للدرجه الاعلى اللي انت بتتكلم عنها، اللي هي السعاده. اللي انا احب اقول ان احنا فعلا زي ما بنتكلم، مثلا اقول لك عيد الام يوم 21 مارس، طول السنة مفروض فيه محبة للأم واحترام للأم، برضو السعادة نفس القصة. السعادة يعني هو مش يوم المفروض ده يبقى اتيتيود حياة. بالضبط. اليوم ده للتذكير بس، نحن بنفكرك ان انت حقك على نفسك. طيب، تكون سعيد. في علم النفس وعلم الاجتماع،
اللي هو العلوم المهتمة بالإنسان وسلوكه وتصرفاته، في تعريف واضح لمفهوم السعادة؟ هو التعريفات كتير، بس أنا بميل دايما للتعريفات السهلة المختصرة اللي توصل، اللي هو يقول لك مفهوم السعادة هو الإحساس الإنسان بالرضا عن حياته، حاس إن هو دايما ساتسفايد كده، دايما مبسوط، دايما مستريح، دايما راضي. الرضا مهما كان ظروفه، يعني هو الرضا مفتاح السعادة، وهو مفهوم السعادة كمان، ومفهوم السعادة اللي بيحقق لك الحاجة اللي انت بتدور عليها. يعني انت لو انت مش راضي او انت مش مبسوط، يمكن هوضح اكتر اثناء الحلقة، عمرك ما هتبقى سعيد مهما بلغت انجازاتك، مهما بلغت نجاحاتك، مهما بلغت اموالك، مهما بلغت مشاريعك. الله، بس حضرتك كده بتكلمنا في اولويات الناس، يعني البشر كل واحد بيختلف عن الاخر، بيضع اولويات لخريطة حياته وامنياته وايه اللي بيحقق له السعادة. واحد يقول لك انا والله الفلوس، اديني فلوس انا كده السعادة تحققت. واحد يقول لك انا لا، ده انا الحب مثلا، او وهكذا النجاح في العمل كذا وكذا. فهل فعلا في ما يعرف باولويات تحقيق السعادة؟ تمام. شوف استاذ حازم، هو التوازن مطلوب، مش ممكن نقول ان مثلا اقول لك الفلوس مش كل حاجه، لكن هي عنصر مهم. يعني من ضمن الاشياء اللي بتحقق نجاح الانسان في حياته ورضاه عن نفسه وحل لعدد كبير من مشاكله وجود الوسيله بشكل كويس، بشكل مرضي. مش لازم تكون حاجه كتيره قوي، لكن طبعا لا شك ان قله الماده بتاثر، ده حاجه ما فيهاش خلاف، ما ينفعش اقول كلام نظري. بس افتقاد الانسان في نفس الوقت برضو يا فندم، في ناس معهاش فلوس بس سعيدة، وبنلاقيها دي الحقيقة. يعني في الشارع تلاقي واحد بسيط جدا بس ابتسامته بالدنيا ومعاليه. شوف بس حازم، هو في محورين مهمين جدا أقولك للإنجاز في الحياة. إنك تحقق اللي انت عايزه وتكون راضي، لأن انت حققت وفضلت تلهث إلى تحقيق الأعلى دون الرضا بالموجود، مش هتحس أبدا بأي نوع من السعادة وأي نوع من الرضا وأي نوع من الفرحة وأي نوع من الإحساس بالنجاح. النجاح لإحساس ولمتعة. فالعنصر الثاني اللي هو الرضا ده مهم جدا، أنك تحقق ما تريد وأن ترضى عنه، يعني تبقى جواك راضي. يعني في واحد يحقق وما يبقاش راضي، فلا تشعر في وجهه بالسعادة. في واحد ممكن أنت شايف من وجهة نظرك أنه هو ماديا قليل، لكن هو شايف أنه هو ده اللي كان عايز يوصل له وصل، فأصبح هو راضي عنه أو بذل ما يمكن بقدر استطاعته وده اللي حققه. فما فيش امكان اكتر من كده خالص، فلازم يكون راضي. لانه ما حاجه قدامك ومفيش بديل، يعني اما ترضى وتسعد نفسك وتسعد من حولك، واما تفضل ساقط مش تقدر توصل لحاجه في الاخر. ايوه. خلينا بس ابدا معاك بجزئيه مهمه جدا، فكره تحقيق التفاؤل اللي هو يوصل الانسان للسعاده. فكره علم موجود في العالم كله يعني. فانا هختصرها لك في ثلاث محاور في حياه الانسان: الجزء الشخصي، والجزء علاقتك بأسرتك والناس القريبين منك، والجزء الثالث اللي هو المجتمع ومحيط العمل وشغلك. يعني شخص، أسرة، مجتمع. ملخص، هما طبعا مجموعة محاور موجودين جوه دول. كان حبيت لخصهم ثلاثة، هما حوالي 7-8 محاور. الركن الصحي وركن كل ده، كان دول الأهم، وركن المادي وركن العمل، كل ده نقدر نحطه جوه الثلاثة دول. بمعنى يعني تمام. يعني الجزء مثلا المجتمع الخارجي، في العلاقه بالعمل، زمايل الشغل، اندماجك في العمل، تحقيق، يعني الكلام ده كله. الجزء الشخصي داخل فيه طبعا الجزء الصحي، والجزء رضاك عن نفسك، والجزء تحقيق ذاتك، في حاجات كتير جواه. فخلينا نبدا بالاول بالجزء الشخصي، لان هو بينعكس على الجزء الاسري والجزء الخارجي اللي هو المجتمع والناس والعمل. في الحقيقه الجزء الشخصي بينعكس على كل دول، وفي حاجات مشتركه بينهم، لان فقد الشيء لا يعطيه زي ما بيقولوا. فالانسان لو قدر يحقق لنفسه جزء شخصي كويس، هينطبع ده على اسرته وعلى عمله وعلى. لكن الثلاثه ليهم نفس القدر من الاهميه؟ عايز بس ارفع معنويات الناس لقيمه التفاؤل والسعاده. ده احصائيات عالميه تقول لك الانسان المتفائل بينجح في حياته بزياده حوالي 40% عن الانسان العادي، ويمتلك طاقه 45% انرجي زياده عن الانسان العادي، ويبقى عنده فوكس تركيز على حياته بنسبه 30%. شوف الثلاث احصائيات دول، يعني الانسان المتفائل اللي قلنا التفاؤل هي مرحلة ما قبل السعادة، هي جسر أو كوبري اللي بيوصل للسعادة. الإنسان المتفائل بيحقق نجاح في حياته 40% أكتر من الإنسان العادي. عنده طاقة. طاقة يعني إيه؟ يعني أنت تروح شغلك وأنت عندك باور وتبقى مبسوط، مفيش بقى الغياب ومفيش أو الأداء اللي مش مرضي أو الأداء المتواضع، الكلام ده كله. ترجع البيت عندك وقت وطاقة إنك تقعد مع أولادك، تبقى من انطباعاتك حلوة ومش متضايق وساخط وما عندكش وقت لا. فعندك طاقة حوالي 45% زيادة، يعني تقريبا نص مرة زيادة عن الإنسان العادي.
وعندك فوكس تركيز على حياتك، سواء مركز في شغلك، مركز في الحاجات اللي بتعملها، حوالي 30% زياده عن الانسان العادي. فكل ده بيجي من التفاؤل، فالموضوع يستحق ان احنا نخطط له. بالتالي النسب دي بتفسر طوية. طبعا بتفسر ان الانسان المتفائل ليه بينجح بالظبط، بيعمل جروس وبيعمل تطور في حياته. لان الانسان لما يكون مش متفائل او متشائم ممكن حلول قدامه تعدي ما يشوفهاش، حلول لمشاكله ما يشوفهاش، لانه خلاص مركز على الشيء السلبي ومركز على الشيء الغير جيد وعمال يسترجع ذكريات اليمه يضطرها مركز. بس في ناس تيجي تكلمهم في الجزئيه دي يوم قايل لك هو في حاجه تدعو للتفاؤل، ده انا الدنيا ما اعرفش كذا ومعيش كذا ومطلوب مني كذا ومش عارف اللي شوف يعني خلينا نكون واقعيين ونقول ان طبعا في ظروف بتقابل المصريين، بتقابل المجتمع المصري، وبتقابل يمكن ظروف صعبه عليهم شويه، خلينا نقدر ده يعني برضه مش عايزين نحس الناس ان العمليه لكن فعلا في ظروف قويه. يعني لما تيجي قصدي يا استاذ عماد لما تيجي تقول لواحد يعني التفاؤل يقول لك ما هو المتفائل ده عنده حاجه تخليه متفائل. لا لا مش شرط. ما دي بقى النقطه اللي عايزها. شوف يا استاذ حازم التفاؤل هيخليك اكثر قدره على رؤيه الفرص اللي بتيجي قدامك، سواء فرص العمل، فرص في اداره مشاريع، فرص في علاقات ناجحه في حياتك. التفاؤل هيخليك اكثر زي ما قلنا اكثر طاقه انك تشتغل اكتر بطاقه اكبر، انك تركز في شغلك وتركز في عملك. أوكي. وتركز ازاي ابقى متفائل في حين لو ظروفي وده الكلام اللي متهيألي اللي قاعد بيتفرج جزء من المشاهدين ممكن يسأل السؤال ده، طب انا ظروفي ما تدعوش للتفاؤل، اتفائل ازاي؟ طيب انت ظروفك دي سواء اتفائلت او اتشائمت مش هي نفس الظروف واحده؟ طبعا احنا بتغير فيه. انت لو اتشائمت اقول لك رساله بسيطه جدا، تاكد ان ظروفك هتزداد سوءا، تبقى اكثر سوءا. لكن لو اتفائلت وده اللي في ايدك، يعني انت مش في ايدك تغيير الظروف، لو اتفائلت هيبقى عندك المقدره لتغيير الظروف. زي ما قلت حضرتك مهمه جدا ان انا ممكن يكون الحلول لمشاكلي مش قادر اشوفها نتيجه التشاؤم. وجود التفاؤل بيفتح لك الافكار. أيوه. بيخليك مركز اكتر. وبعدين من يتفائل بالخير يجده اكيد. فخلينا نقول نبدا بس واحده واحده نعمل كده، نخطط ازاي ورقه وقلم. أيوة. ونمسك مع بعض ونبتدي نعمل حاجات عمليه. ازاي ارفع الايجابيه عندي. تمام. ازاي ارفع تقديري لذاتي، لان الانسان المتشائم الانسان اللي هو مش قادر يحس بايجابيه وبيكرر دايما ان هو العمليه مش ممكن تتحسن، ان هو ياما عدى عليه حاجات فرص ما قدرش يستغلها، ان هو كان بامكانه يعمل وما عملش، كان معاه وضاع منه. طب اضيف بس جزئيه صغيره، انا حظي وحش. ما هي الكلام ده كله ما هو بتاع لا اصل ده حقق، اصل ده ماشيه مع يعني ايه ده الكلام اصل ده ماشيه معاه، ده اصله رزقه في رجله، الكلام الشعبي. لكن انا لا، ده انا مش عارف، ده انا حظي كذا، انا عمري ما حاجه ومشيت لي، الكلام ده كله. طب ما ده المتشائمين بيقولوه. دي بدايه التفكير السلبي اللي بتاثر عليك وبتاثر على افكارك وبتاثر على ادائك. في ثلاث حاجات اللي هي بيسموها النقص والخساره والمحدوديه. يعني ايه النقص؟ اللي انا ايه عمري ما عملت وعمري ما هقدر اعمل. الخساره انا كان في ايدي وضيعت. أيوه. كان ايدي فلوس ضيعتها، كان ايدي فرص وراحت مني، ده انا لو كنت عملت كذا كان زماني كذا. المحدوديه ان انا مش زي ما عنديش امكانيات زي غيري، سواء بقى حظ او علاقات او ظروف او رزق في رجليه والكلام ده كله. أيوه. مجرد ان انا افكر ثلاث حاجات، هما الانسان المتشائمين بيفكروا بالطريقه دي. عنده حاجه من الثلاثه دول جواهم بقى، انا مش زي دول، انا حظي عمري ما كان حظي. يعني تسمع ساعات كلام بعض اللي يقول لك انا عمري حظي ما كان زي فلان. ايوه. فدي امور بتدعو للتشاؤم، بتدعو للتفكير السلبي. انا عايز اتخلص منها. اتخلص منها ازاي؟ في خطوات للتخلص من التفكير السلبي. اول حاجه رقم واحد ان انا ابتدي اكتب صفاتي الايجابيه، ورقه وقلم كده نوته صغيره، اكتب صفات ايجابيه موجوده فيا. لو انا مش شايف صفات ايجابيه فيا احاول اشوف راي الناس فيا ايه في الامور. تلاقي ناس تقول لك انت انسان لطيف، انت اكتب حتى لو كلام بسيط، اكتب على الاقل خمس حاجات ايجابيه، اكتبهم كويس واقراهم. حتى احنا بنقولها ايه، اعلن عن ايجابيتك، يعني نوع من الاعلان عنها. تتكلم تقراهم، تقراهم بحماس، تحس بيهم قوي، لان المشاعر او الفيلينج ده مهم جدا، بيأثر على السلوك. يعني الانسان ثلاث مستويات: تفكير، مشاعر، سلوك. لو انت فكرت بهذا الشكل في صفاتك الايجابيه هتأثر على مشاعرك، مشاعرك هتبقى اعلى، بأثر على سلوكك، تصرفاتك هتختلف. ده منظومه طبيعي. اساسيه. يعني حاجه المسببات تؤدي للنتائج على طول. فمسببات السلوك الرائع هو التفكير الرائع يؤدي الى مشاعر رائعه تؤدي الى سلوك رائع. فاكتب صفاتك الايجابيه دي، مش بس اكتبهم، اقراهم كويس قوي.
اقراهم بحماس لغايه ما تشعر كده بشيء من الفخر، يعني تحس بالاستمتاع والرضا عن نفسك. رقم اتنين، ابتدي اكتب حاجات انت انجزتها في حياتك، هتلاقي حتى لو مش كبيره، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو انت وقفت جنب واحد زميلك في موقف صعب، حتى لو انت طلب منك في عملك انك تشهد شهاده معينه وشهادة، يعني مش لازم تكون انجاز. ممكن تكون حاجه قديمه، يعني كنت متفوق في دراستك، كنت في تكتب الحاجات دي برضو في حدود 4 أو 5، هتلاقي اكتر، تلاقي نفسك الاسترسال، عايز اقول لك سيبها مفتوحه كمان. ايوه، يعني كل فتره كده ضيف حاجه، تلاقي نفسك جمعت حاجات كتير جدا انت عملتها في حياتك وانجزتها. برضو اقراها، اقراها بحماس، اقراها بقوه، اقراها لغايه ما تشعر بالفخر. يبقى عندك كده صفات وعندك افعال انت عملتها. شوف نفسك قدام، وده التخيل بقى، ده بيسموه ايه؟ تدريب للذهن. تدريب الذهن ده شيء مهم جدا، بتدرب ذهنك، بتدرب عقلك الباطن على حاجات قدام وعلى تجارب مستقبليه تبقى جاهز لها. لو مواقف عدت عليك بعد كده هتتصرف فيها ازاي؟ نقدر نتصرف فيها. هتلاقي نفسك بتتخيل حاجات قويه. ليه بخليها المرحله الثالثه؟ لانك شحنت نفسك بصفاتك الايجابيه الجميله، شحنت نفسك بطاقه انك انسان بتنجز في حياتك وانجزت في حاجات جميله جدا، فانت عندك المقدره أكيد انك تنجز. طيب في مظاهر للسعاده، يعني ممكن نقول شخص لما نشوفه نقول اكيد ده الشخص ده سعيد، بص ده الضحكه مش مفارقه وجهه يعني. واحنا الحقيقه كنا عندنا في مصر الشعب يعني على طول الابتسامه والضحكه، والشهير ان الشعب المصري ابن نكته او ابن فكاهه. فهل الضحك او الضحكه مؤشر او معيار للسعاده؟ لا، هو مش معيار، هو لا، بس لا شك ان الضحك بيساعد على تحقيق نوع من السعاده، زي ما بقول لك الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يعني انسان يستطيع انه يغير احاسيسه ومشاعره ببعض التصرفات اللي فيها نوع من السعاده. الضحك بيحسن، وده علميا بيحسن الحاله المزاجيه للانسان، بيساعد الانسان ان هو يواجه. حتى يقول لك المصريين مثلا كمثال، يقول لك بيواجهوا ظروفهم ساعات بالسخريه. ايوه، بالسخريه، اوضاع اقتصاديه بالسخريه، هو يطلع نكته مثلا، يتالم من واقع معين ويسخر منه. شوف ده في نكات قويه جدا طبعا شفناها على مدار الازمان. يعني صحيح، فالضحك ليس مؤشر ان الانسان اللي قدامك ده سعيد خالص، لكن الانسان ده لو مش سعيد هو بيحاول يتغلب على احزانه، يتغلب على ظروفه بالضحك وباطفاء حاله من السعاده عليه. هتتغير زي ما قلت، حتى في علم النفس يقول لك الجسم والعقل يؤثر كل منهما على الاخر. يعني مش العكس، مش مثلا انت مستريح لا، ممكن العكس. يعني انت لو قاعد عامل كده احاسيسك نفسيه هتلاقي فيها نوع من الخمول، نوع من عدم الثقه. صحيح. افرد نفسك كده هتلاقي بص مشاعرك نفسيه اتغيرت. فانت غيرت جسمك. هل احنا ممكن نفهم او يعني حتى نتنبأ باللي قدامنا ده سعيد او لا من مظاهر معينه؟ يعني يقول لك مثلا الشخص ده اكيد سعيد، هل ده علميا هو صح؟ لا، هو انطباع ناس كتير قوي من المنظر، من المظهر. دائما المظاهر، دائما حتى يقول لك المظاهر خداعه. حتى عندنا في فممكن انسان انت قدامك تشوفه ريتش قوي، ما ده انطباع الاول يعني. الطريقه بتاعته، الاسلوب، تقول لك ده، وممكن هو من جواه بعد ما يطلع يخرج من هذا المحيط من جواه بيتالم. فهي مش شرط، انما الانسان، وانا حي الناس دي اللي هي بتبقى من جواها بتتالم ورغم كده بتحاول تبقى سعيده. ما تبينش، وما تحاولش ترسل الاخرين اشارات سلبيه واشارات فيها اكتئاب واشارات فيها حزن. ناس ده في ناس يعني استاذ عماد، مساله الشكوى عندهم ده يقول لك الشكوى رقوه، انت عارف انت المثل ده. هو لما تقول مثلا مبروك على كذا، يقول لك على ايه ده كذا، انت اخبار صحتك ايه؟ والله تعبان. طب اقول لك حاجه مش كده، عامل ايه في الشغل؟ مشاكل حاجات كده. هو قلنا بقى ايه، الضحك بيحسن حال المزاجيه. انسان بيضيع، بيدمر حياته على فكره، بيدمر المتعه اللي في حياته. ايوه، عايز اقول لك قصه لطيفه كده. عارف سفينه تايتانيك لما عملوها؟ عملوها عشان خاطر ما تغرقش. طب عملوها ازاي؟ عملوا القاع بتاعها، عملوا مجموعه من الغرف، قال لك ان السفينه بتغرق ليه؟ بيبقى في القاع بيخش ميه عشان تغرق. فعملوا غرف كتير جدا في باطن السفينه بحيث مش معقول كل ده بالظبط هايل. فقال لك لا يمكن تغرق. فتايتانيك غرقت ازاي؟ قابلت جبل من التلج. سيخ تلج داخل، خد الغرف كلها غرفه غرفه. ايوه، ظبطت يعني. فغرقت السفينه. السيخ ده هو الشكوى على فكره. يعني كل الناس عايشه على بحر من الهموم ومن المشاكل. الحاجه اللي بتدمر بقى وتوصلك للقاع نفسيا ومعنويا هو الشكوى. الشكوى حتى الحقيقيه، الانسان دايما بيشتكي. ايوه، او تصنع الشكوى.
يعني حتى لو كان في ما يدعو للشكوى والواحد اخبار الحمد لله والله في نعمه والله ماشي الحال. في مثلا عندنا يقول لك الشكوى لغير الله مثلا، يعني انت بتشتكي يعني هيعمل لك ايه ده لما تشتكي له؟ طبيب انت مثلا تقعد لا ده موضوع تاني ده دردش معاه، ده هو هيحل لك، لكن الانسان الاخر ده هيحل لك ايه؟ فانت الشكوى انت خلاص ادمنتها فاصبحت يعني في تلذذ للشكوى. طيب الموضوع هل هو فردي ولا حالة عامة؟ وشايفين مثلا في دولة شقيقة الحقيقة الناس كلها تبعت في الإمارات العربية المتحدة أن في تعيين وزير للسعادة ومسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، كل جهة حكومية فيها مسؤول للسعادة وظيفته أنه هو يشوف إزاي نحقق سعادة الناس. شوف أستاذ حازم، في جميع الشركات العالمية وحتى الموجودة في مصر مالتي ناشونال يعني في وظيفه اسمها فاسيليتي مانجر، يعني هو تسهيلات نفس هي العنوان كده طبعا مش هسموها السعاده يعني. ده دوره في القطاع بتاع الموارد البشريه، دوره ان هو ده دوره ان هو يشوف الوقت، يعمل بريك للموظفين يقعد يحكي معاهم يتكلم يبسط الاجراءات كده. دوره لا مش مقصود بيها الاجراءات بس المقصود بيها خلق جو من المرح. تمام. دور هو دوره كده يعني قطاع الموارد البشريه في انماط كتيره جدا، لكن ده دوره الاساسي ان هو يعمل جو من المرح الموظفين، يفك عنهم العقبات اللي بتقابلهم، يقعد كده يعني عارف ساعه في اليوم يعمل لهم زي بريك كده وحتى يلعبوا مع بعض. يعني في بعض معظم الشركات العالميه فيها وقت مخصص للناس تلعب حتى بعض الالعاب كده خفيفه يعني. ده وظيفته ان هو يبقى يعني اورجنايزر للكلام ده، ينظم الكلام ده. طب ده في مستوى شركات او كده، لكن هل ممكن يعني هو نفس الليفل، ما هو نفس الليفل بس على مستوى دوله. ما هو ده يعني اللي حضرتك قلته، وزير السعاده ده ما هو دور ان هو يخطط، يبقى بلانر كده، يخطط ازاي الناس تبقى سعيده، ازاي يتم نشر حاله من البهجه بدل العناوين او المواضيع اللي بتنشر حاله من الكآبه. وبالتالي ده برضو عليه دور الاعلام، يعني طبعاً تلاقي في برامج كده يعني الواحد يبقى سعيد يتفرج عليها يجي له اكتئاب من كم انا عايز اقول لك من كم المعلومات الغريبه. يعني قلنا مثلا نعمل حاجه بروجرام للتفاؤل او برنامج للتفاؤل، من ضمن البرنامج ده انك تدرب نفسك، اللي بقول لك الساعه هتبقى يوم واليوم يبقى انك تبقى النهارده متفائل. تمام. هتنزل من البيت اقول لك 24 ساعه دول ان شاء الله مش هيحصل حاجه، كل الحاجات تحصل يعني جميله. يعني قرار طبعا. يعني السعاده قرار، انت مسؤول طبعا. انا ممكن اتخذ قرار دلوقتي انا سعيد اعمل ايه؟ اول حاجه هقولها لك واحده واحده. اول حاجه ان انا النهارده ان شاء الله هيبقى يوم حلو، بيسموها حتى افيرميشنز. عايز اقول لك في كتاب جميل جدا واحده اسمها لويز هي اسمه الامتنان، اعمل سيرش عليه، ده كتاب رائع فيه حاجات كتير جدا عن افيرميشنز اللي هي التوكيدات. ايوه. ان يوم النهارده جميل، انا هبقى ان شاء الله سعيد، انا كل حاجه بتقابلني في حياتي جميله، كل العقبات هقدر اخطيها. ابدا ده النهارده بس، هتلاقي ده بيتطبق يوم بعد يوم. دي مهمه جدا. رقم اتنين، بقدر امكانك اسمع حاجات، يعني عايز تعمل فورا بعد ما يخلص البرنامج، عايز حاجه تطفي عليك سعاده، اسمع حاجه حلوه، اسمع حاجه كويسه، اقرا حاجه كويسه عن انسان سعيد ازاي بقى سعيد في حياته، عن انسان نجح في حياته، عن انسان حقق حاجات عظيمه. قرايه الحاجات دي او انك تسمعها تديك طاقه ايجابيه كبيره جدا، ان في ناس بتحقق ده. صحيح. هل ممكن اكافئ نفسي بما احبه ويصنع لي السعاده؟ كل طبعًا واحد له طبعًا يعني مكان معين، ولا في حاجه قبل طبعًا ده؟ طبعا يعني لفت نظر الموضوع دي مهمه جدا، موضوع الاخبار والحاجات الكئيبه والكلام ده مهم جدا، انك ما تنعزلش عن الحياه، مش انك تنعزل، ولكن ما تعيش في الاخبار والظروف، في ظروف عالميه مثلا انت لا تملك تغييرها. ايوه. لا يمكن، فليه تعيش كوارث عالميه بتاع الحروب كلام مش مانع انك تتضامن انك تتاثر ماشي، ولكن حطها في حجمها اللي ما ياثرش على حياتك. يعني في ناس بيصاب بالاكتئاب فعلا نتيجه التركيز على نشاط الاخبار والتركيز على المآسي، مهم جدا انك تبعد عنها. دي مهمه جدا، نحط لها وقت او تمسك مواقع التواصل الاجتماعي ما تركزش على الحاجات السلبيه، ما في حاجات كتير ايجابيه فيها. اصدقائك اعمل لهم كده لسته كده، قسمهم كده، مين الايجابيين، مين الاصدقاء الكويسين ودول ركز معهم اكتر، وابعد عن السلبيين، لان برضو السلبيه عدوى. يمكن حضرتك قلت حاله جماعيه السعاده تنتشر زي العدوى، والكآبه نفس القصه طبعا، فما تركزش مع الناس اللي هم السلبيين. دي من ضمن الادوات البرنامج بتاعك. مهم جدا برضو، ودي نقطه مهمه، انك تكون قريب من ربنا. دي على فكره ده السر فعلا. طبعا.
انك بيدي ثقة في الحياة وثقة في ان ربنا هو اللي حافظني. شخص مهم بيسموه حتى ركن الروحاني. يعني حتى من ضمن اركان الحياة المتزمة منها ركن الروحاني، زي ما كان ركن المادي او ركن الصحي او ركن الاسري، ركن الروحاني مهم جدا. لو موجود وفي تعزيز ليه طبعا بتديك طاقة ايجابية. اكيد كويسة. اكيد. يعني الحقيقة احنا استعرضنا مع حضرتك النهاردة محاور كتيرة في تحقيق السعادة، بس ربما اللي نقدر نخرج بيه ونقول للناس من فضلكم اتخذوا قرار السعادة حالا، وشوفوا ايه اللي يسعدكم واعملوه، واللحظة اللي ما نعيش فيها واحنا سعداء اعتقد احنا خسرناها. اكيد. اتشرفت بحضرتك استاذ عماد احمد طلعت، استشاري التنمية والتطوير في الامم المتحدة. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ. شكرا. مشاهدينا انتهت فقرتنا، لكن لسه الحلقة فيها العديد من الفقرات الأخرى. تابعونا وأيامنا.